اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بكابتن محمود عبد المبدي مدير الفني لفريق التنس الارضي. اهلا بيك يا كابتن محمود. اهلا وسهلا. منورنا والف مليون مبروك على الانجازات الجميله اللي اتحققت الفتره اللي فاتت. الله يخليك، الله يبارك فيك. شكرا. معانا كابتن احمد ياسر حسني، لاعب 16 سنه مواليد 2005 بالنادي الاهلي. اهلا بيك يا احمد. اهلا بيك والف مبروك. يعني الله يبارك فيك. ما جتش بالكاس بس يلا هنعديها لك. الف مليون مبروك. الله يبارك فيك. شكرا كابتن محمود. يمكن الفتره اللي فاتت شهدت تفوق 16 سنه، او المرحله اللي لعبت هي 16 سنه. ولاد الحمد لله فوزنا بالمركز الاول، ناشئات فوزنا بالمركز الثاني. يعني شايف ده كان متوقع ولا ايه؟ والله السنه دي كان عندنا فرقه كويسه قوي، 16 ولاد وبنات الاثنين، ناشئين وناشئات. كان عندنا فرقتين كويسين قوي وكان عندنا عناصر كتيره كمان كويسه، لان 16 دلوقتي اول سنه يتعمل نظام جديد اللي هو بنلعب 9 ماتشات. فبنلعب 6 سينجلز وثلاثه دبلز، ده في كل مرحله، يعني في الولاد كده وفي البنات كده. فمحتاج طبعا عشان تحقق مركز زي كده اول او تاني يكون عندك مجموعه كبيره من اللعيبه. طب هل اللي ممكن اللاعب سنجل ادخله في الدبل ولا كان مسموح لنا كده؟ فكنا ممكن نلعب بمينيمم 6 لعيبه، بس يبقى مينيمم 6 بيلعبوا يعني سنجلز. وطبعا بقى مع طبعا الماتشات ممكن يكون ماتش طول حاجه، فتحتاج طبعا عناصر ثانيه. في ناس مميزه في الدبلز، في ناس مميزه ممكن في السنجلز. تغير الاسامي اثناء البطوله. يعني انت دخلت النهارده اليوم المنافسات بدا، كتبت سجلت 6 هيلعبوا الفردي مثلا والزوجي، هل ممكن حصل لا قدر الله اصابه، لا قدر الله لعيب حسيت انه مش جاهز اجهد، ممكن تغير في الاسامي اثناء المنافسات؟ اثناء المنافسه لا، لازم قبل اليوم. يعني احنا بنسجل الاسماء بتاعه السنجلز قبل في بدايه اليوم. على مدار اليوم لو حصل حاجه خلاص ما بقدرش اغير. فالحمد لله يعني كنا متوقعين فعلا ان احنا نروح لمركز اول ولاد وبنات. وكان موضوع فرق بسيط قوي يعني في البنات، عملوا اللي عليهم يعني الدنيا مشيت كويسه. كانت سموحه باين المركز الاول صح؟ كان سموحه وقف على نقط بسيطه جدا يعني. في التنس بقى خلاص يعني بالنسبه لي كده بقت نصيب يعني الموضوع. لا جميل جدا وان شاء الله. لا ده هنتكلم بالتفصيل. اول مركز كويس. لا هنتكلم بالتفصيل، بس خلينا نطلع التقرير اعزائي المشاهدين. يعني بيقول قصه او مشوار، بيتكلم عن قصه او مشوار تتويج الناشئين ببطوله الدوري. خلينا نشوف كده وجه حضرتك. نجح فريق التنس بالنادي الأهلي للناشئين تحت 16 سنة في الفوز ببطولة الدوري العام، وذلك عقب تخطيه لجميع منافسيه في البطولة عن جدارة واستحقاق. وبدأ ناشئو القلعة الحمراء مشوارهم في البطولة بالفوز على جزيرة الورد بنتيجة 9-0، والتي أقيمت على ملاعب النادي بالجزيرة، قبل أن يفوز على هليوبلس الشروق بنفس النتيجة وعلى نفس الملعب، قبل أن ينتقل الفريق للعب على المراحل النهائية والتي أقيمت على ملاعب نادي سماش بالخمايل، وفاز فيها على وادي دجلة بنتيجة 6-0 في منافسات الفردي وعدم خوض منافسات الزوجي. واستطاع أبناء القلعة الحمراء الفوز على صيد الدقي في النهائي بنتيجة 6-2 ليتوجوا باللقب. ويضم فريق تنس الأهلي للناشئين كلا من أحمد ياسر حسني، مصطفى هشام سيف، عبد الرحمن خالد عطلة، نجاد رضا عزت، بلال خالد الشرقاوي، أدهم مختار غباشي، سيف هشام الشرقاوي، ياسين محمد عز الدين، عمر عماد علي، محمد هشام شفعي، محمد أحمد إبراهيم حنفي، وعمر محمد شعبان. ويرأس جهاز التنس بالأهلي طارق صبحي ومحمود عبد المبدي كمدير فني، وأحمد منير مدربا عاما، وحسن صوفي مدربا للياقة البدنية، وأحمد عبد الغني مديرا إداريا. ويأمل مسؤولو المارد الأحمر لتصدير العديد من المواهب لمنتخبنا الوطني والسعي على خطى ميار شريف نجمة النادي الأهلي والتي وصلت إلى العالمية وحققت الكثير من الألقاب والإنجازات خلال الفترة الماضية. اهلا بحضراتكم من جديد. احمد يمكن اجي لك، ما شاء الله شفنا في التقرير يعني لقطات ليك في المباراه، وكلمني انت لعبت فردي مع الست مغريات. لعبت فردي الست مغريات. كسبت كام في الفردي؟ والله انا الماتشات كلها لعبناها، انا الحمد لله ربنا كرمني وكسبت الماتشات كلها. يمكن في كم مجموعه يعني في مثلا نقول، خلينا نتكلم في الماتشات، يعني انت لعبت كم مباراه؟ احنا لعبنا من اول المجموعات لحد الدور قبل النهائي والنهائي، لعبنا 4 ماتشات. انا لعبت فيهم 5 ماتشات، 3 فردي و2 زوجي، والحمد لله ربنا كرمني وكسبت الماتشات كلها. طب على المستوى الفردي
المجموعات يعني عدد المجموعات كام؟ 2-0 2-1 يعني والله هو كان اقوى ماتش ايه يعني؟ انا بسال ليه عشان اعرف اقوى مباراه كانت ايه بالنسبه لك. هو اقوى ماتش كان ماتش النهائي طبعا. كنت بلعب يعني ولد كويس من الموجودين في نادي السد، و الماتش كان صعب لانه ماتش نهائي وماتش دوري يعني كان مهم، والحمد لله يعني ربنا كرمني وكسبت. طب خلينا نتكلم عن يعني يمكن الزوجي انت كنت بتلعب اكيد مباراه ده، لعبت 3 فردي واثنين زوجي. الزوجي لعبتهم في انهي ماتشات يعني؟ لقاء الصيد ولا لقاءات قبل كده؟ انا لعبت فردي في لقاء الصيد ونادي وادي دجله ولقاء نادي لوبلس الشروق. لوبلس الشروق. والمنافسات كانت على كام يوم تقريبا؟ هو المجموعات اللي اتلعبت في حوالي 3 ايام، والقبل النهائي والنهائي اللي اتلعبوا على يومين ورا بعض. يعني انت البطوله كلها والدوري كله كان 5 ايام صح؟ كان 5 ايام. طيب وخلينا نتكلم عن يعني انت من اولاد النادي الاهلي صح ولا انا غلطان؟ والله انا كنت بلعب في نادي سماش. يعني ده لعبت فيه من انا صغير. وانتقلت للنادي الاهلي. عندك قصه الانتقال ايه يعني؟ جيت سن كام؟ احكي لي بقى التفاصيل. انا يعني جيت للنادي الاهلي الموسم اللي فات. تمام. طبعا يعني شرف لي ان انا اكون موجود في النادي، والناس كلمتني ويعني ما اتاخرتش الصراحه وجيت على طول. طب يعني طموحاتك ايه يعني؟ اكيد برضو انت ليك طموحات، اكيد انت شايف ان النادي الاهلي ده خطوه انت ان شاء الله تنضم له وبعد كده باصص لحاجه. هل انت باصص تطلع جامعه مثلا؟ خلاص انت 2005 على 16 سنه بنتكلم في سنتين وهتبقى جامعه. هل باصص تطلع بره؟ عايز تجرب صفوه، تجربه صفوه؟ عايز يعني كلمني عن طموحاتك. انا بصراحه يعني انا كاحمد انا نفسي ان انا اكون حاجه يعني فريده من نوعها في التنس، ان انا اكمل زي المشوار بتاع محمد صفوت. لكن يعني ان شاء الله هعمل حاجه احسن واكون حاجه جديده في التنس يعني في التنس. يعني انت عايز تبقى يعني يمكن تجربه ميار وصفوت خلت اللعيبه تتشجع ان احنا نقدر يعني. ميار دلوقتي داخل بقى 83 تقريبا عالميا على ما اتذكر اخر خبر كنت 73 كمان 74 يعني قصدي اقول لك بتقفز قفزات كبيره في التصنيف. أكيد. فده بيتهيألي بيخليك تتحمس. احنا كده كده عندنا البوتنشال اللي خلينا نعدي ونشرخ في الترتيب العالمي ونكون من الاوائل كمان. بالظبط. بس هي كلها في الثقه، واحنا يعني الحمد لله الجيل ده الثقه فيه عاليه شويه، فاحنا ان شاء الله هنعمل حاجه. وانا يعني احب ان انا اكون انا اللي موجود في المكان ده لاول مره يعني. طيب كابتن محمود، ليه احنا في الناشئين يعني شايف ما شاء الله بوتنشال وحماس ولعيبه يعني ما شاء الله زي الفل؟ انا شفته حتى في التقرير تحركاته في الملعب جيده. ليه على مستوى الناشئين بنبقى طالعين المطلع ده وبعد كده لما نوصل على مستوى الرجال او السيدات نلاقي الدنيا بتقل والدنيا بتبعد خالص؟ لا، هي بص، هي مش فكره بتبعد خالص. انت عندك على مستوى الناشئين بيبقى عندنا عناصر كويسه جدا، في منهم الفترة الأخيرة اهتموا بالقصة ان هو يشوف جامعات في أمريكا. دي طبعا بيبقى الرجوع بعد الجامعة بيبقى مش سهل يعني. ميار بسم الله ما شاء الله قدرت ان هي تكسر القاعدة دي ورجعت بعد الجامعة في أمريكا وعملت نتائج كويسة قوي. بس الرجوع بعد 4 أو 5 سنين في الجامعة، انت مش بتسافر، مش بتبعد عن الليفل المفروض تلعب فيه وتبدأ تحقق. في ناس بتبقى شايفة عايزة تبالانس الاثنين يعني، برضو عايزة يبقى معاها كارير في نفس الوقت تنس. في ناس بتاخد الخطوه من الاول زي صفوت، خد الخطوه ومشي وكان وان شاء الله يقدر يعمل حاجه برده قبل ما يخلص الكارير بتاعه، ان شاء الله يقدر يخش ويكسر برده زي ميار. انا شايف ان شاء الله ان الفتره اللي جايه في ناشئين عايزه تاخد التراك ده، وبعدين برده هم شافوا دلوقتي اكزامبل نقدر نمشي عليه. صفوت وميار اكزامبل في السيدات واكزامبل في الرجال. برده في حته ثانيه بيبقى ناقصنا شويه زي الناس طبعاً. تصدق كدعم بقى معنوي ومادي للناس اللي زي كده في الناشئين وياخدوا تجربه زي كده. الموضوع بدا يظهر شويه الفتره اللي فاتت مع ظهور ميار وصفوت، بدا الناس تركز شويه مع الولاد دول. انت عارف يا كابتن، انا اقول لحضرتك حاجه، انا عندي يعني رؤيه يعني في الرياضه، احنا في العاب المضرب نستطيع ان احنا نوصل لدرجات عاليه جدا. ده حقيقي. يعني عندنا تنس الطاوله ما شاء الله، عندنا 5 اولمبياد دلوقتي سيد لاشين، مستوى الاسكواش ابطال العالم كلهم، عمر عصر طبعا في التنس الطاوله، عندك في الاسكواش مش عايز اقول حدث ولا حرج طبعاً. اول 50 لاعب طبعاً. في مستوى العالم هتلاقينا 49 لاعب من مصر يعني. فالتنس الارضي انا شايف ان احنا نقدر هي بس القاعده طبعا بتاعت التنس الارضي اكبر بكتير، فده طبعا اكبر بكتير. طب بالعكس المفروض يبقى كويس. ده بس اصعب يعني، قصدي الصعود ليها برضو اصعب شويه يعني. بس هو زي ما بقول لك، هي النقط البسيطه دي ان شاء الله يعني شايف الموضوع بيبقى رايح للاحسن. قصه الدعم سواء معنوي او مادي رايحه للاحسن ان شاء الله.
بدات الناس تصدق ان في ناس ممكن من مصر تكسر وتطلع وهكذا. طب هسالك سؤال دايما بيسالوه للاعلاميين بيسالوه الرياضيين، يعني سؤال بيقولوا بالبلدي كده الفرخه الاول ولا البيضه. قالنا دلوقتي اللاعب عشان يجي له رعاه لازم يحقق الاول انجاز، وعشان حقق انجاز عايز رعاه، ما انا مش يعني فنحل المعضله دي ازاي؟ لا هو انا شايف هو الموضوع كله يعني انت بتكون زي ما نقول كده بتكون بطل. فلو هستنى يعمل انجاز فانا كده بقلل من فرصه الناس اللي عندهم بوتنشال ان هم يطلعوا. برافو عليك. انا لازم ابدا اعمل التجربه من الاول، ببدا اخوض وابدا اجهز للولد ده بلان وخطه ان هو يسافر، واكيد في ناس منهم هتطلع وهتتحقق. انما لو انا بتارجت ان الولد عقبال ما يظهر ابدا انا ادعمه، احنا كده بنقلل من فرصه ناس كتير. وبنضيع 4-5 سنين طبعا. وفي ناس كتير عندهم بوتنشال مش قادره ان هي تسافر وتلف وتجيب بوينتس، لان انت خلي بالك التنس انت محتاج عشان تكسر مثلا الترتيب اللي زي ما نقول مثلا صفوت وما عارف، انت محتاج تقضي وقت كبير قوي طول السنه بره. ما شاء الله من بطوله لبطوله من دوله بره. فمحتاجه طبعا حد يبقى معاك من الاول. زي الدنيا من الاول يعني. طب يا احمد، يمكن احنا مش عايزين نحبطك ولا حاجه طبعا، المشوار طويل، بس خلينا نقول اول خطوه هي الجامعه. اكيد محتاج تروح وتثبت نفسك، وممكن هناك في يعني في امريكا، لان هو طبعا امريكا جامعات امريكيه هي اكبر مصنع للابطال في كل الالعاب يعني مش أكيد. بس التنس أكيد. هل بدات من دلوقتي تراسل الجامعات؟ هل بدات دلوقتي تخطط ليك في الأكاديمية ان انت تقدر تلتحق بعد الجامعات دي؟ والله هو انا في الدراسه يعني بحاول ان انا على قد ما اقدر ان انا ابالانس التنس مع الدراسه، خصوصا ان الاثنين يعني الوقت ده هو الوقت المهم اللي بيبان فيه مين اللي يستحق ان هو يعدي. ففي كجامعات في جامعات كتير بتراسلني وانا براسلها، بس لسه ما استقرناش على المكان اللي هنروحه، لان زي ما قلت لك انا عندي حلم ان انا اعدي، وان انا هتعدي ان شاء الله اعدي يعني اعمل حاجه جديده في التنس المصري. فممكن ده يكلفني ان انا ممكن ما اروحش جامعه في امريكا، وممكن ان انا اكمل في البروفيشنال تنس، وده ممكن يعني يخليني ان انا اخش جامعه هنا في مصر بعدين. كويس. يعني عندك رؤيه كمان لمستقبلك. اكيد هي. لازم عشان لازم اخطط كل حاجه عشان لما اوصل للحاجه اللي انا عايزها تشوف الطريق المناسب ليك. مش لازم اكون بقلد حد، بس ممكن يبقى طريق مناسب ليا. طب خليني اسالك، يعني انت بتتمرن كم ساعه في اليوم؟ انا بتمرن في معدل حوالي 6 ساعات ل 8 ساعات في اليوم. 6 ساعات ل 8 ساعات في اليوم، حاجه يعني انا عايز اقول لك ان في العاب هلعب بياخدوا ملايين، لو اتمرن له ساعتين في اليوم يبقى كده فله يعني بجد. والله بتكلم بجد، يعني انت بتتمرن 6 ساعات و8 ساعات في اليوم. طب بتعمل ايه؟ بتتمرن اولا في اهل الجزيره ولا بتتمرن فين؟ بتمرن في اهل الجزيره، وبتمرن برده في نادي سماش، اكاديميه سماش، عشان بحاول ان انا يعني اكتر الساعات ان انا اتمرنها. صحيح. مع المنظومه اللي تساعدني، ودي الحمد لله موجوده في النادي اهلي الجزيره وموجوده في النادي اللي انا بتمرن فيه. خليني اسالك سؤال، دايما بلاقي لعيبه التنس يا كابتن محمود يعني مش عارف افهموني، انا قصدي اقول ايه، ما تلاقوش زي لعيبه الكوره كده عضلات وبنش وباي وتراي. يعني تشوف نوفاك وتشوف اللعيبه دي كلها، بتلاقي لعيب معلش انا اسف يعني الا كده، انا اسف اللي اقول يعني مش قوي جدا، بس فتنس يعني حاجه رهيبه. أكيد. فيدرال غيره يعني بتلاقي فتنس ويلعب ماتش 3-4 ساعات، بتلاقي الدنيا. طب ازاي بتتمرن ازاي؟ والله هو كله بيعتمد على المدرب الفتنس بتاعي، هو اللي بيقدر يحدد لي الساعات اللي انا اتمرنها في اليوم، وازاي ان انا اقدر اوفق ما بين الفتنس الساعات اللي انا بتمرنها في الفتنس والساعات اللي انا بتمرنها في التنس، عشان اقدر ان انا جسمي ما يقوليش لا وانا بتمرن. طب بتروح جيم؟ اكيد في بروجرامز للجيم. اكيد طبعا، بس يعني يمكن شغل رجلين اكتر. والله يعني هي بتبقى حسب على حسب الشخص. يعني في ناس بتحتاج ان هي تتمرن يعني فوت ورك في الملعب اكتر، وفي ناس تحتاج ان هي تعمل تقويات على جسمها اكتر. دول بيبقى على حسب يعني طريقه لعب الواحد. طب مين ماسك الاعلى؟ مثلا الاعلى اللي انت شايفه قريب لعبك وعايز تبقى زيه، مش لازم يعني في مصر وبره، مش لازم يعني في مصر. الاعلى في التنس يعني روجر فيدرر طبعا كل الناس بتحبه. طيب أكيد. في مصر هل انت شفت حد يعني في مصر؟ في نماذج كتير يعني في نماذج كتير ممكن يعني لو اتكلمت عنها للصبح مش هوفيها حقها يعني، بس هو يعني اكيد عمرو غنيم من اكتر الناس اللي عمرو غنيم طبعا ممكن ابص لها يعني في التنس المصري. طب يا كابتن، يمكن برضو نفس السؤال، يعني انت حضرتك مدير فني والناحيه البدنيه برضو اكيد في الاخر بتصب عندك. يعني
انا شايف ان الطفره اللي بتحصل للاعب هي طفره بدنيه. يعني انا بتهيألي ان لو اللعيبه الاسامي اللي احنا قلناها نادال او نوفاك او كل اللعيبه دي او فيدرال كل اللعيبه دي لو قلت بدنيا مش هتلاقيها. ده اكيد طبعا. طب بتقدر تعمل ده ازاي؟ هل احنا عندنا من الامكانيات البشريه والامكانيات الاكويبمنتس وفاسيلتيز ان احنا ناهل لعيبه التنس للمستوى اللياقه ده ولا لا؟ طبعا. هو يعني الموضوع برضو دلوقتي يعني كانفورميشن يعني الموضوع بقى واسع وكل الدنيا مفتوحه، فبرضو بقى عندنا ليفل من الكوتشز اللي هم الفيتنس كوتشز يقدر يوصل اللعيب هنا في مصر، يقدر يوصل اللعيب بدنيا ان هو يبقى جاهز ينافس على مستوى عالي. لا طبعا عندنا يعني عندنا سواء تنس او فتنس عندنا مدربين كويسين قوي يقدروا يجهزوا الولاد يوصلوا بدنيا على الليفل اللي هو الدولي. مش طبعا كل فتره بيبقى ليها الرجل بتاعها بالظبط كده، فالكسره اللي في الاول دي وان الولاد يقدروا يخشوا ينافسوا دوليا او كده، لا عندنا طبعا من الامكانيات والكوتشز سواء ريسورسز يعني هيومن او اكويبمنتس او كده اللي يأهلنا ان احنا نخش في القصه دي يعني ان شاء الله. صحيح. طب قول لي يا ابو حميد، يعني يمكن لعيبه التنس بيبقى ليهم تكتيك كده او اسلوب في اللعب، انت بتحب تلعب على الشبكه اكتر ولا ترجع ورا اكتر؟ والله انا طريقه لعبي ان انا احاول على قد ما اقدر ان انا اوزن ما بين الاثنين، ان انا اطلع على الشبكه والعب من ورا. بس طبعا انا طريقه لعبي الطريقه الهجوميه اكتر. لان ما انا خدت بالي في اللقطه. يعني ما شاء الله متحرك احنا عندنا احمد بالنسبه لنا احنا بنسميه جيم ستايل بتاعه اللي هو اجريسيف بيز لاين، يعني واقف على البيز لاين كده على الخط اللي ورا بس دايما بيهاجم دايما بينوع وبيحط الكره يمين وشمال وعلى اللاين. يعني الكره يعني دي برده لقطات ليك في 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 المباراه، ودايما قاعد على رجلك وبتاع. بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظك. يعني انت هجومي، بس يعني زي ما قال الكابتن من البيز لاين ورا انت بتحاول تبقى هجومي اكتر، بس دي صعبه لان انت ممكن الكره تروح في الشبكه. فده الموضوع محتاج ساعات كتير لان الزاويه ممكن تختلف زاويه المضرب. صح، هي كلها برده بتبقى يعني غير الحركه والتكنيك اللي انا بلعب بيه، هي كلها برده تكون في المنتل. يعني برده انك تكون مركز كل ضربه، انك انت تعرف توزن ما بين كل ضربه وضربه، انك انت ما تتعبش نفسك الكره كلها، انك انت تحاول انت تريح نفسك على قد ما تقدر في المعقول، ويعني على مدار الماتش انك تقدر تواصل ما تقعش في لحظه. هي كلها بتبقى يعني التنس مع الفتنس مع المنتل، كل ده بيجمع بعضه في الاخر بيديك ستايل لعبك. بيديك. طب مين اللي خلاك تلعب تنس ارض؟ يعني ايه اللي خلاك تلعب؟ هل اخ كان بيلعب، اخت، ايه اللي خلاك تلعب؟ والله هو ما كانش في حد معين، بس هو يعني اهلي عجبهم الفكره كانت جديده في الوقت ده، ف يعني بدانا التنس في نادي سماش. و بس صعبه ومكلفه، يعني قصدي اقول لك مشوار اكيد اتنهد وقال لي يعني الراجل يعني يعني لعبه صعبه، يعني ما شاء الله عليك ان انت تختار اللعبه دي، اكيد في حاجه يعني لقيتها فيها ولقيت نفسك فيها اكيد. ويعني ما مجهود اللي بيحصل من الاهل والمنظومه اللي حواليا كلها، يعني اكيد لازم يدوني انرجي ان انا اكمل، لان الموضوع صعب فعلا، خصوصا ان في مصر ما فيش الاهتمام القوي في اللعبه، فطبعا كل دول بيشجعونا والحمد لله يعني بنوصل للي احنا بنقدر عليه، وان شاء الله هنكمل وهنوصل في حته حلوه يعني. ان شاء الله هتقدر يا احمد، وخلي بالك احنا ان شاء الله هنتابعك بامانه، يعني انا حاسس ببوتنشال كبير قوي في كلامك، وان شاء الله هنتابعك وهنبقى جنبك، لان انت الحقيقه يعني اديتنا طاقه ايجابيه، حسستنا ان ممكن التنس الارضي نشوف حد فيه كويس، وتقدر تمشي على خطى اللي سبقوك وتسبقهم كمان ان شاء الله. والله عندنا كمان نماذج جوه الاهلي، يعني نفسها وصلت قبل كده، ويعني عندنا طبعا عمرو غنيم طبعا قعد في الاهلي كتير جدا، عندنا كابتن تامر الصاوي طبعا كان لعيب جامد جدا ووصل عالميا كتير ومدرب هايل طبعا فاوريدي جوه الاهلي حتى في نماذج كتير وصلت يعني حتى من رجال ان شاء الله. ربنا يسهل ان شاء الله، نشوف الفتره اللي جايه ناس ان شاء الله. ابو حميد احنا طبعا يعني هنضطر نطلع الفاصل، وعشان تنضم لنا طبعا نور احمد شافعي، بس احنا بنقول لك الف مليون مبروك، هنتابعك، شد حيلك، هتحقق حلمك، مش حد يقدر يوقفك، وان شاء الله احنا في ظهرك باذن الله ان شاء الله. بشكرك، شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل عشان ينضم لينا طبعا نجمه فريق 16 سنه ناشئات نور احمد شافعي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، بنرحب طبعا بنور احمد الشافعي اللي انضمت لنا في الاستوديو. اهلا بيك يا نور. يا حضرتك وما شاء الله يعني عملتي انجازات كنا نتمنى طبعا مركز اول، بس ما شاء الله انتم ماشيين كويس، وده ما يقللش ابدا من الجهد اللي انتم عاملينه. ميرسي. شكرا. كلمينا عن ماتشاتك، لعبتي كام ماتش، وصلتي فاينل ازاي، كلمينا عن البطوله. احنا ابتدينا في المجاميع، لعبنا ماتشين مع مين؟ مع سيد اكتوبر وسيد قطاميه. تمام. بس كنا بنكسب بالسنجل فما كناش بنلعب دبل. لا، سيد ما كناش بنلعب دبل. ولعبنا السيمي فاينل
كسبنا 5-4. حلو. وخسرنا بقى من سموحه 5-4 برضه. كان الموضوع قريب جدا يعني. خسرنا فرق كورتين فعلا. يعني الدنيا كانت ماشيه ايكوال خالص. الموضوع خلص في اخر دقيقه يعني تقريبا. يعني يمكن ده حاجه، بس خلي بالك انا يعني مؤمن بحاجه، انه التنس لعبه صعبه زي تنس الطاوله زي السكواش، ممكن بوينت يغير لك الدنيا كلها. يعني ولاعب ممكن مش بوينت، ممكن لاعب مش متوفق النهارده يقلب لك موازين الفرقه كلها. فخلينا نتكلم. طيب انت متابعه ميار؟ يمكن ميار هي أكيد. متابعها؟ طبعا. شوف ماتشاتها كلها؟ يعني على قد ما اقدر بحاول اشوف كل ماتشات فعلا. طب شايفه ايه اللي بيميز ميار عملته غير اللي قبليها عملوه؟ ميار التنس بالنسبه لها مش جوه الملعب بس، هي بالنسبه لها حياتها كلها تنس. هي ظابطه اكلها، ظابطه يعني تمارينها، ظابطه فيتنس، تنس، كل حاجه. منتل، هي منتلي هي سوليد قوي ما شاء الله جوه الملعب. عندها سبيريت، مش اللي هو نازله لا، انا عندها ثقه بنفسها ان هي تخش ما بين الناس دي. مش اللي هو هم بعاد لا، انا هكمبيت معاهم وابقى كويسه. انت شفتيها وهي بتتمرن؟ ولا ما شفتهاش؟ لا حضرتها، شفت لها ماتشات انما تمرين ما حضرتيش. طيب شايفه ايه ناقصك؟ يعني انت عايزه تبقي زي ميار. يمكن كلمت مع احمد قبل منك، احمد كان بيقول لي انه شايف لي رؤيه في المستقبل، عايز اعمل ليا طريقين عايز امشيهم. انت شايفه رؤيتك ازاي عشان توصلي تبقي زي ميار ويمكن احسن كمان؟ حابه تسافري؟ جامعه مش عارفه، تقريبا الاوبشن الجامعه ده هيبقى بعيد شويه، بس انا نفسي التارجت تاني العب جراند سلام جونيور. جميل. ده اول تارجت ليا. طب بس اول بطوله فين مثلا من بطولات الجراند سلام جونيور فين؟ بتتابعي؟ بيبقى في اجنده الاتحاد الدولي بتنزل. انت متابعه البطولات دي فين؟ هل نشنتي على بطوله معينه عايزه تروحيها؟ لا لسه. لا بس ده حلم عايزه تحققيه. طب من سن كام يبتدي يشارك في الجراند سلام جونيور؟ هو الوصول في الجراند سلامز انت بيبقى في عندنا تحت 18، بيبقى في بطولات دوليه هي تحت اللي هي الاي تي اف. بتبدا بالرانك، يعني انت في الجراند سلامز مثلا بياخدوا اول مثلا سي اول 100، هم دول اللي بيخشوا البطوله، وبيبقى في ادوار تمهيديه، فانت بتحاول تزق في الرانكينج شويه بحيث انت تخش جوه الرانك زي ميار كده مثلا، فتبقى مؤهل انت تلعب الجراند سلام على طول من غير ما يعني المصنفين الاول اللي بتخش على طول، ما تخش تصفيات. بالظبط. والجونيورز نفس الكلام يعني؟ الجونيورز برضه نفس الفكره بالظبط. فانت بتحاول، هنا في بطولات دوليه تحت 18 كتير بتتعمل. الاتحاد كمان جاب لنا بطولات السنه دي اكتر شويه. ممتاز، حاجه ممتازه. كم بطوله تقريبا اتعملوا السنه دي؟ اعتقد يعني اعتقد في رينج 12 بطوله. احنا كنا برضو غطينا بطوله 12 ل 15 بحاجات اللي هتعمل في نوفمبر كمان. احنا غطينا بطوله كانت عملت في نادي التوفيقيه. كانت واحده منهم صحيح. 12 بطوله حوالي من 12 ل 15 تقريبا. كمان بالثلاث بطولات اللي في الاخر ولادنا بيشاركوا بناتنا فيها كده. مش كده؟ وفي طبعا بيسافروا كمان بره بيحاولوا يحسنوا الرانكينج بتاعهم، واللي يقدر طبعا بيخش جوه الرينج بتاع الجراند سلامز، المؤهل للجراند سلامز بيبدا بقى يلعب الجونيور جراند سلام. طب نور شاركت في حاجه من دول ولا ما شاركتش؟ نور لعبت اي تي اف كتير. اي تي اف لعبت. طب قربنا من ال 100 ولا لسه؟ لا لسه شويه. لسه شويه بس. طب لسه قدامي كام سنه يعني؟ لسه يعني ممكن هي 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 بدايتها 18 لسه. هي لحد 18 سنه لحد. فهي لسه اوريدي دلوقتي نور يعني اخر سنه بالنسبه لها 16، فلسه قدامها سنتين ان شاء الله. كويس. يعني ممكن على اخر سنه بالظبط تكون الرانك بتاعك ياهلك. طب كويس يعني عندك مشوار ان شاء الله. والنادي الاهلي اكيد يدعمها في القصه دي ويقف وراكي في بطولتين ثلاثه اربعه بحيث ان تقدر تحسني نفسك. طب هسالك سؤال يا كابتن. حلم عندنا يعني ان احنا ننظم بطوله دوليه في النادي الاهلي، هل عندنا الامكانيات ان احنا ننظم ده؟ الملاعب فيها الحاجه ولا رايك ايه؟ ودي بتيجي ازاي؟ هل انت بتطلب كنادي ولا الاتحاد اللي بيوكل لك ان انت تنظم البطوله دي؟ يعني لا، احنا كامكانيات كنادي طبعا مؤهلين يعني. كملاعب واريا للاستضافه البطوله يعني، فاحنا مؤهلين يعني. مثلا على مستوى الفروع الثلاثه حضرتك برضو عرف الساده المشاهدين عندنا كم ملعب مثلا؟ احنا عندنا في الشيخ زايد 6 ملاعب، وعندنا في الجزيره 8 ملاعب، وعندنا في اهلاميه نصر 9 ملاعب. يبقى عندنا 23 ملعب. بالظبط. 23 ملعب يصلحوا ان احنا نستضيف. لو هنستضيف بطوله طبعا ما بنقدرش نعملها على الفروع، لازم فرع معين هو اللي يستضيف البطوله بحيث ان الولاد يبقوا او اللعيبه يبقوا قريبين من اللوكيشن في كل حاجه بقى، سواء تمارين او ماتشات او كده. فانا شايف ان احنا فرع الجزيره طبعا اهلاميه نصر مؤهل عشان عنده اكتر من 8 ملاعب. فمؤهل استضافه طبعا بطولات دوليه. حضرتك بتتابع الثلاث ملاعب طبعا، بيبقى كل مثلا اسبوع بتروح مكان تتابع فيه؟ طبعا معانا كمان مدير قطاع الناشئين تشيسر زكي، ومعايا
احمد منير مدرب عام، فهو المنظومه عامه بتتابع بقى. ويمكن يا كابتن المجلس الحالي كابتن محمود الخطيب ما كانش فيه ملاعب مدينه نصر انا فاكر، صح ولا لا؟ احنا كان عندنا الملاعب اتغيرت يعني، المكان كان كان مكانها اللي هو العالي ده دلوقتي مكان الفوت كورت الكبير. ايوه، ودلوقتي نقلوا الكومباوند كله تحت، فبقى عندنا 9 ملاعب، بقى ملاعب اكتر يعني، ملاعب اكتر ومؤهله جدا طبعا ان هي تستضيف بطولات دوليه. يمكن ما خدناش الخطوه كمان عشان مشاكل بقى انت عارف الفتره اللي فاتت بتاعت الكورونا وكده طبعا، فصدفتها لسه صعبه شويه دلوقتي يعني. صحيح. طب نور، يمكن اجي لك، انت عندك البطوله اللي جايه اللي هتلعبي فيها ان شاء الله الدوري خلص، هتلعبي بقى البطولات المحليه، بطوله الاهلي، بطوله الصيد، يعني عندك ايه اللي جاي؟ عندي اسماعيليه الاسبوع الجاي. الاسبوع الجاي في الاسماعيليه؟ اه. دي بطوله الاسماعيليه نادي ايه اللي منظمها ولا؟ مش عارفه. هيئه قناه السويس. نادي هيئه قناه السويس. نادي هيئه قناه السويس. هي بطوله جي 1 يعني، هي احنا عندنا البطولات تصنيفها جي 1 وجي اي، فنور دايما في بطولات جي 1 وجي اي بتارجت البطوله دي على اساس ان هي اعلى نقط. اعلى نقط زي السكواش بيبقى فيه برضه، في بطولات بتبقى مصنفه تديك نقط اكتر. انت رايحه البطوله دي مش كده؟ اه ان شاء الله. وتقريبا كام لاعب مشارك ولا ما تعرفيش؟ ولا بتتعرف بعد الدرو ما بينزل؟ في المين درو بيبقى 32 لاعب. انت رايحه مين درو ولا ممكن تخش مين درو؟ مين درو على طول. انت تصنيفك كام على مصر دلوقتي؟ ولا لسه ما نزلش التصنيف السنه دي؟ تقريبا السته. بسم الله ما شاء الله، يعني رانكينج عالي. هو بيتابديت كل اسبوع، فعشان كده خدت وقت. كل اسبوع بينزل. كل اسبوع على حسب النتيجه في البطوله بيابديت الرانك بتاعي، فهي يعني الحمد لله من اول السنه هي من جوه اول 8 يعني. هايل، ده حاجه كويسه جدا. فانت مين درو، انت بقى من اللاعبات اللي ايه يقول لك ياه انا وقعت مع نور في دور ال 32 انا هطلع بره. لا، بنتي بتلعب سكواش فعارف القصه دي، ان انت لما بتقابل بطل في الاول بتبقى الدنيا، انما لما بتلعب التصفيات بيبقى اللي بعد ال 32. طيب بعد الاسماعيليه هل في بطولات دوليه من اللي الكابتن قال عليهم ممكن تشاركي فيها؟ في فيوتشرز وفي اي تي اف، بس فيوتشرز اللي هم كبار بتبقى صعب ان انت تخش وكده. بيقولوا لهم 17 سنه و18 سنه. لا دي فوق 18، دي رجال وسيدات. يعني دي كبار يعني، البطولات المصغره بتاعت الجراند سلام. ممتاز. طيب وانت مش هتشاركي فيها طبعا، بس ممكن تشاركي في بطولات تانية دوليه ممكن تشاركي فيها؟ الاي تي اف اللي هم بتوع 18 سنه. بس ممكن اشارك في الفيوتشرز. ما ممكن بتبقى برضو بتديكي نقط يعني، حتى لو دخلت الدور الاولاني وخسرت تاخد نقط بتالي كده يا كابتن، صح؟ يعني حتى لو شاركت في الفيوتشر. لا احنا عندنا لازم تكسب يعني، لازم تعدي راوند على الاقل عشان تاخد نقط. يمكن السكواش غير السكواش، يمكن لما بتخش بطوله وتخش دور حتى لو باي بتاخد نقط. احنا كنا زمان كده. كنت زمان كده، بس عشان القاعده عريضه عندكم ما يقدرش يعمل كده يعني، ما شاء الله عدد يعني اللاعبات كتير. طيب هنقول البطولات يعني، خلي بالك احنا لسه في بدايه الموسم، انا لسه بسال الكابتن قبل الهوا بقول له غريبا الدوري خلص اول الموسم، قال لي لا ما احنا نظام التنس كده، الدوري بيخلص وبعد كده بتيجي البطولات المتفرقه. طيب وبطولات النادي الاهلي لو في بطوله النادي هتتلعب عن اي فرق ولا على حسب البطوله بتتلعب؟ لا هو يا اما بتتلعب في النادي الاهلي مدينه نصر يا اما في الجزيره، بس اكتر في الجزيره. في الجزيره. طب قول يا كابتن احمد كان معانا من شويه، ترتيبه الرانك بتاعه كام دلوقتي؟ احنا برضه نسينا نسال. احمد دلوقتي 2 على مصر. تاني ما شاء الله. على مصر. احنا عندنا بطوله بتتعمل في اول السنه، ما عرفناش بس نستضيفها السنه دي، بطوله جمهوريه في اهل الجزيره، وبيتعمل بطولات في اهل الشيخ زايد، بس ما خدناش لسه جي 1 ولا جي اي، بتتعمل جي 2. وبنعمل في اهل مدينه نصر بطوله المفروض توقيتها اللي هو في الشهرين الجايين دول جي 1. ده على مدار السنه. طب يعني قصدي اقول لك ان انت الرانك ده قبل عدد البطولات ده، يعني الرانك ده مع عدد البطولات البسيط اللي اتعمل، لسه احنا مع بدايه الموسم ممكن الرانك يتغير. لا احنا الموسم عندنا من يناير لديسمبر. فانت دلوقتي تلعب مجمعات كتير، فكل مجمع بيتعمل على حسب النتائج بيبدا يابديت هو الرانك. لا تعالى ده معلومه حلوه جدا، انت عندك الموسم من يناير لديسمبر. احنا لسه ستيل في الموسم اللي فات. يعني انا فاكر ده بدايه الموسم. لا انتوا ماشيين عكس خالص الالعاب التانية. احنا ماشيين مع الاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي السيزون بتاعه من يناير لديسمبر، احنا برضو من يناير لديسمبر. حلو جدا. السنه الماليه يناير لديسمبر. ايوه بس كده. طب اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا على التنس الارضي، الموضوع مختلف، انا حتى بكتشف حاجات كتيره او جديده على الهواء. خلينا نطلع لفاصل ونرجع لحضراتكم تاني. اهلا بحضراتكم من جديد. نور يمكن اجيلك، انت من بنات النادي الاهلي، بداتي تنس امتى؟ بدات تنس متاخر شويه، وانا عندي 7 سنين مثلا او 6. 7 سنين متاخر؟ لا ان كل الناس بتبتدي من 3 و4 وكده. كم ده صح يا كابتن؟ الفتره دي يعني مش بنقول ان هي متاخر، بس طبعا كل ما بتبتدي بدري بيبدا يعني بيبدا يتفاعل اكتر مع اللعبه في سن ال7 سنين طبعا، اللي بيبتدي 6 غير اللي بيبتدي 4 يعني. طبعا بتفرق كتير، بس 3 4 سنين يقدر يشيل مضرب؟ ما هو في اوزان مختلفه. لا حتى لو وزني ضعيف جدا هيقدر يشيله ازاي؟ بتبقى بيقدر خفيفه.
بس خلي بالك انت ما فرقتيش كتير، يمكن 3 4 سنين انت برضه يعني 7 سنين 3 4 سنين ما شاء الله، يعني جسمك رياضي يعني مناسب جدا للتنس. بس خليني اقول لك انه بداتي 7 سنين، مين اللي وجهك للعبه؟ هو اول موضوع جه بالصدفه، يعني انا مامتي وبابايا كانوا بيلعبوا عادي، وبعدين انا شفت اللعبه بيلعبوا تنس عادي جدا تمام، فانا عجبني وكنت في اهلي مدينه نصر، وبعدين حتى كابتن مجدي كان معايا، وبعدين مرنت 8 سنين وكده، وبعدين بقى كنت فريق الامل مع كابتن مجدي، وبعدين رحت فرقه في 12 سنه في الفرقه تحدي الاول، وبعدين 12 سنه بس. يعني انت من 7 سنين يعني دخلت على السرعه الخامسه مره واحده بسم الله ما شاء الله، يعني ما خدتيش وقت، سبقت اللي بيلعبوا قبل منك كمان يعني سبقتيهم ما شاء الله، يعني ما هو وضع طبيعي، انت سادس دلوقتي مصر وبدات 7 سنين، يبقى اكيد سبقت اللي كانوا بادئين معاكي او بادئين قبل منك كمان. طب قولي لي يعني اكيد ليكي مثل اعلى، يعني شايفه طبعا ميار اكيد هي طبعا مثل اعلى، بس اكيد في حد وانت صغيره ما كانتش ميار موجوده، كنت بص لحد شايفه مثل اعلى ليك انا عايز ابقى زي من زمان وانا بحب شاربوفا قوي. مين؟ شاربوفا. شاربوفا اللي هي اللاعبه الدوليه، لاعبه روسيا روسيه، ودي كنت شايفاها مثل ليكي. انا بحبها جدا في كل حاجه. بتتابع ماتشاتها؟ اي بس هي بطلت. لا يعني قصدك كنت بتتابع ماتشاتها وقتها؟ كنت بتابع ماتشاتها على طول. طب ودلوقتي عندك استعداد تقومي بدري وتفتحي التلفزيون؟ اصل خلي بالك الماتشات بيبقى ساعات توقيتات مختلفه، يمكن الحاجات اللي بتعمل فرنسا وانجلترا والحاجات دي بتبقى قريبه من الحاجات اللي بتبقى بره، بتقومي لها بدري وتتفرجي عليها؟ بنفضل سهرانين وبنتفرج كل حاجه. يمكن الفرجه نص العلامه كابتن صح؟ طبعا مهمه جدا اكيد. انت بتقول لعيبتك كده اتفرجوا وشوفوا وبتاع؟ طبعا كل ما يبقى في فرصه للولاد بيتفرجوا على الماتشات بتفرق كتير جدا طبعا. بيفهم كل حاجه، يعني بيفهم تاكتكس، بيشوف ال صحيح الماتش كامل على بعضه قد ايه الولد سوليد مركز في الاوقات المهمه. طب قول لي اتعلم كتير طبعا. احنا كنا بنتكلم عن فاصل السلكشن بتاع اللعيبه، اختيار اللاعبين اللي تختارهم معاك في الفريق. موضوع صعب لان عندك قاعده عريضه جدا، ثلاث انديه ثلاث فروع. بتعمل ايه عشان الهيدك او الصداع ده؟ احنا دلوقتي ماشيين بلايحه كده الحمد لله ماشيه كويس، يعني بقى لنا فتره. انا عندي ترتيب تبع الاتحاد المصري للتنس بيبقى يتم اصداره في يناير وبيتحدث كل اسبوع، فده بيبقى مجمع تقريبا نتائج الولد او البنت على مدار السنه كلها تراكمي، على مدار السنه كلها. فده بيبقى بالنسبه لي انديكيتور هو اللي اختار بيه، يعني فانا باجي مثلا سي فرقه 12 سنه انا محتاج 12 لعيب، فباجي على مستوى ثلاث فروع بشوف ال 12 لعيب من الاهلي او ال 12 لعيب في الترتيب هم اللي بيبقوا موجودين معك عندي في الفريق. وبيبقى عندنا الفتره لحد تسجيل الدوري بتبقى فتره متغيره شويه، لان بيبقى بيتم فيها شويه بطولات وبيتحدث الرانك. وانس ان انا سجلت الدوري دي الفرقه اللي انا ببقى ملتزم بيها، حتى لو رجع تراجع لبعد بره ال 12 او بره ال 10، لان خلاص انا مجرد ما بسجل بيهم هم دول لازم العب بيهم دوري فعلا، ما اقدرش اسجل حد تاني الا لو اتفتح بقى القيد تاني من اول جديد. وكمان عشان اعرف اركز مع اللعيبه لان هم خلاص يعني هم دول بقى الدور بتاعي دلوقتي. طب لو عندك حد كان مصاب مثلا في سنه والرانك بتاعه اضطر يرجع؟ عندنا بقى طبعا بيحصل اكسبشنز كتير، لان مثلا ولد جات له فتره فيها مشكله سواء اصابه او اي ظروف وقف مذاكره اي حاجه، بنحاول طبعا دلوقتي نديله فرصه مثلا كتمرين ان هو يبقى معانا مثلا من يومين لثلاث ايام في الاسبوع مثلا، احنا عندنا تمرين خمس ايام كل يوم، يعني نور بتتمرن خمس ايام واحمد بيتمرن خمس ايام ولا على حسب؟ ده خمس ايام ده الاساسي، غير بقى الحاجات الاكسترا اللي هم لو بيزودوها معانا او بره يعني. وفي طبعا الولاد دول طبعا بنبدا يبقوا معانا، بنبقى برضو بنتابعهم سواء في الماتشات او سواء في التمارين، بيجوا لنا يومين او ثلاث ايام على اساس ان هو ممكن الولد ده اول ما يبدا يخش تاني جوه التمرين يعمل نتائج ويحقق، وساعتها بنضيفه للفريق. بالتالي ده يعني فير اناف ان انت تبقى يبقى في مسطره واحده للكل، وتبقى دي حاجه فير اناف وما تعملش اي مشكله خالص جوه الفرقه. طب وليه يا نور يعني انت ليك اخوات مثلا بيلعبوا تنس معاك؟ لا انا وحيده. انت وحيده، انت بس بتلعبي تنس. طيب خلينا نقول انه في بطولات جراند سلام بتبقى كبيره يعني على مستوى اللعيبه الكبار، شايفه اقوى فرقه اقوى بطوله من بطولات الجراند سلام؟ يعني طبعا على حسب ارضيه الملعب بتختلف، شايفاه اصعب حاجه ايه؟ اصعب حاجه اللعيب التنس اللي بيلعب عليها؟ بالنسبه لي حاسه ويمبلدون عشان جراس اللي هو النجيله صعبه. بالنسبه لك ولا بالنسبه لكل لعيبه التنس؟ مش يعني تقريبا مش عارفه، بس بالنسبه لي انا حاسه انه
حاجه صعبه ان انا العب على الجراس تاني. ما عندناش هنا ما عندناش في مصر. فدي احنا مش متعودين في مصر احنا نلعب عليها خالص. هنلعب حاجه واحده بس اللي هي الحمره دي قوي. وعندنا هارد كورت برضه. عندنا هارد كورت. عندنا هارد كورت. هي الجراس طبعا اسرع من اسرع الاراضي يعني. صعب. الكره بتجري عليها بسرعه. تجري وبتنام كده زي ما بيقولوا يعني. يعني الباونس بتاع الكوره مش عالي قوي فهي سريعه وصعب مش سهل وليها برضو جيمز كده معينه. انت شايفاه ان اصعب حاجه تلعبي عليه؟ بصراحه. طب واكتر ملعب مفضل ليكي ايه تلعبي عليه؟ رولانجاروس عشان هي كلي واحنا متعودين عليها وكده. دي بتبقى جميله بس دي بيبقى فيها زحاليق كتير دي. يعني دي زحله وتروح اشوف يعني بتبقى فيها زحاليق صعبه شويه يمكن غير الهارد برضو تبقى الارض ناشفه بتبقى هل دي مريحه؟ بيبقى يبقى فعلا الحاجات الزحلقه والحاجات دي اقل شويه في الهارد وكده. الكلي طبعا اكتر ارض فيها زحلقه وفيها طبعا الريتشات فيها بتبقى طويله جدا والبوينتس فيها بتطول اكتر لان الارض ابطا فالبوينت شفت يعني انا عايز اقول لكم شوف كل لعبه فيها فنيات انا بكتشف معاكم يعني انا بالعين المجرده ببقى شايف. طيب انت يعني لو لعبت على نجيله جربتي ان انت تلعبي وتقولي لا ممكن اكسب ولا لسه ما جربتيش الموضوع ده؟ لا عمري ما جربت. ان شاء الله تجربيها ان شاء الله تاخدي رانك عالي وتجربيها ان شاء الله. يعني انا عايز اقول لكم ان الوقت عدى والله بس انا كنت مستمتع جدا وقد ايه مجهود بيبذل يعني. طبعا كابتن محمود عبد المبدي مدير فني انا بشكرك شكرا جزيلا نورتيني وشرفتيني واتمنى لك كل التوفيق. ربنا يخليك. نور طبعا احمد شافعي بنورتينا وشرفتينا واتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله تلعبي على ارض النجيله ان شاء الله في رولان جاروس باذن الله ان شاء الله. اعزائي المشاهدين ده كان لقائنا مع نجوم التنس الارضي في النادي الاهلي. انتظرونا حلقه جديده مع الأبطال ونجوم جداد في حلقة جديدة مع الأبطال.